سوسو ينزل على الدائرة، راح تكون تصويبة من المنطقة الخلفية بهدف، هدف لهذا محمد أبزدي المدني. فاست بريك على مرحلة أولى، وبرافو نوح الموسوي في العمق الدفاعي، وهدف هدف لهذا اللاعب. تسع دقائق، برافو، هاي على الدائرة وهذا هدف، برافو، هاي التمريرة وهذا التحرك الجميل من علي مباطية، دافع كورة أولى على الجناح، وهدف أيضا، هدف للمنتخب القطري، هدفان في تغطية سوء تغطية. صوب بعيدة، وبرافو يا الحاكي، اخذ الثقة في نفسك وصوب، عندك الإمكان. الأمور الفنيات في النواحي الهجومية، هذا النواحي الدفاعية وهذا الاختراق السهل، شاهد هذا الخطأ في الدفاع أيضا. بو يا قاسم، هذا التركيز وارتقاء، يا عيني عليك، هذه تصويبات. الثلاثة أهداف لينتهي الشوط الأول، هذا الحاكي واختراق، قلت لك يا الحاكي عندك هذه المهارة، استقلها بأدي أول أهداف عملية الاختراق. من المفترض يتحرك بدون كرة، وهذه تصويبة بأريحية، شاهد على رغم طول القامة في العمق، الحظ ضاعت، مرر، اخترق يا أحمد، وبهدف، برافو يا أحمد، 26 هدف، أسرع على اليمين، لن على يد اليمنى، برافو يا جعفر، قطع الكرة هذه لكن ما تابعها، هدف الخلفية، تحرك يا جعفر، لحد الآن في الشوط الثاني ما تحركت ولا صوبت، وكورة حلوة يا سيد يا حسين المحافظة، دخول من الجناح، تارك نوح، هذا المطلوب، يلا سلسل، وصل الكرة للجناح، يلا يا المحافظة حسين، برافو يا الأحمر، برافو يا المحاربين، لكن ما حصل عليها لحد الآن، هذه تصويبة حرك فيها الحارس، شاهد علي خذ القرار أن يعود في هذه المباراة، وهذا المطلوب، يلا يا الفردان أحمد فردان،